رغم العدوان السعودي الغاشم على اليمن الذي فشل في إيقاف الحياة في البلاد، احتفلت كلية الإعلام جامعة صنعاء بتخرج 60 طالبا وطالبة ضمن الدفعة 21 التي أسموها دفعة قادة الفكر الإعلامي بنات اليمن الجديد. متوجون بإكليل النجاح والتحدي والصمود بعد 16 عاما من التحصيل العلمي بمختلف مستوياته ابتداء من الأساس ووصولا إلى البكالوريوس، دفعة جديدة من قادة الرأي العام ورجال الإعلام تتخرج إلى ساحة المعركة وميادين الشرف الإعلامي في هذه الظروف الحساسة والصعبة التي ساهم العدوان السعودي ومرتزقته في تأزيمها وتفاقمها، والتي تتطلب رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف في مواجهة هذا الصلف. أحب أهني كل طلاب كلية الإعلام بمناسبة التخرج. طلاب كلية الإعلام إحنا بنعرف أن الإعلام سلطة رابعة، وأنا بتمنى منهم أنهم يكونوا قد هذه المسؤولية، وفعلا هم أثبتوا أنهم قد هذه المسؤولية رغم العدوان. كملنا امتحانات رغم العدوان، احتفلنا رغم استهدافهم للحفلات والأفراح، برضو صمدنا وقفنا على ذا المسرح أنه نحتفل بتخرج وإن شاء الله نكون فعلا قادة للفكر الإعلامي. معركة البقاء وإثبات الوجود هي أول معارك الحياة التي تواجه هؤلاء الخريجين من رحم المعاناة ليصنعوا الانتصار الحقيقي للوطن لا سواه. بعيدا عن الانتماءات الحزبية والولاءات الضيقة، فالكرة الآن في ملعبهم لمواجهة الماكنة الإعلامية التابعة لأعداء الوطن، والتي لا يختلف آثارها على المواطن والمواطن عن آثار غارات العدوان. احنا دفعة قادة الفكر الإعلامي، أنا باسم اللجنة التحضيرية وباسم الدفعة أشكركم جدا، وأقول إن شاء الله بإذن الله إن إحنا بنكون إعلاميين بقدر الإمكان نخدم الوطن إن شاء الله بإذن الله. معروف في هذه الفترة إن الإعلام منقسم وإن الوضع مكركب وإنه كل قناة أو كل وسيلة بتدي الرأي اللي هي بتدي، بس إحنا إن شاء الله بإذن الله بنكون اسم على مسمى. الكلمة أمانة والوطن في حاجة أبنائه، لا انفصام ولا تخاذل ولا هروب ولا ارتزاق، ومنابر الإعلام الوطنية يجب أن تبنى وتصفى وتكون عند المسؤولية في أداء رسالتها. هكذا هو لسان حال هذه الدفعة من كوكبة الإعلام الوطني الحر. الحمد لله نحن اليوم نحتفل بتخرجنا، تخرج دفعة قادة الفكر الإعلامي. إن شاء الله نحن سنوحد الكلمة، كلمة الإعلام في الأوساط في الساحة. الإعلام جدا منقسم بسبب الأوضاع السياسية. نحن تجربتنا أن نحتفل في ظل هذه الأوضاع، في ظل الحرب، سواء العدوان الذي علينا أو الحرب الداخلية والاقتتال، إلا أننا سنحتفل. هذا يعني رسالة، هي الاحتفال بحد ذاته رسالة إلى المجتمع أنه يعني بكل الظروف عيشوا حياتكم، افرحوا. إحنا